بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونشرة جديدة تأتيكم من قناة النادي الأهلي. وأخذكم بسرعة للعلوي. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة. وأجاييه يغيب للإيقاف، والأشعة تحدد موقف نجيب. وبرشلونة يفوز على ريال مدريد في معقله في البرنابيو. أهلا بكم من جديد، ونبدأ أخبارنا. وصل الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الأسبوع 15 للدوري الممتاز. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الأحد، على أن يختار بعدها الكابتن حسام البدري مدير فني للنادي الأهلي القائمة التي ستدخل معسكر مغلقا قبل اللقاء. عقد الكابتن حسام البدري محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم. وحرص كابتن حسام البدري على شرح نقاط القوة والضعف في فريق وادي دجلة للاعبيه، والوقوف على أهم النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين. يسعى كابتن حسام البدري لتحقيق الفوز ومواصلة النقاط في طريق النادي الأهلي للاحتفاظ بلقبه المفضل، وهو الدوري العام. خاض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مرات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز. وكان أشرف أدى تدريبات تأهيلية بالجولة حول الملعب، ثم خاض تدريبات داخل صالة الجيم حيث يعاني من إجهاد عام غاب على أثره عن المران الجماعي. يغيب مهاجم الفريق النيجيري جونيور أجاييه لاعب النادي الأهلي عن مواجهة فريق النادي الأهلي أمام وادي دجلة، والمقرر لها بعد غد الاثنين على استاد بتروسبورت بالجولة 15 بالدوري الممتاز. وكان اللاعب يغيب بسبب الإيقاف بعدما نال الإنذار الثالث في مباراة سموحة الماضية بالدوري. استغل اللاعب عدم مشاركته في المباراة وحصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى مسقط رأسه للإطمئنان على أسرته قبل العودة مجددا للانتظام في تدريبات الفريق. تأكد غياب رامي ربيع مدافع النادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة بعد غد بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي كانت في آلام الحوض. من جانبه أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري فضل عدم الدفع باللاعب في التدريبات الجماعية للفريق الآن. وأوضح مدير الكرة أن اللاعب يؤدي برنامج بدني لاستعادة حالته البدنية والفنية سريعا بعد غياب لفترة طويلة عن المباريات وأيضا عن التدريبات الجماعية.
ينتظر محمد نجيب مدافع النادي الأهلي نتيجة الأشعة التي أجراها صباح اليوم على منطقة الحوض حتى يتحدد فترة التأهيل التي سيخوضها قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية. يأتي هذا بعدما أصيب اللاعب في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري العام، وقد غاب عن مران الفريق اليوم بسبب ارتباطه بإجراء الأشعة التي ستحدد أيضا مدى غيابه مدة غيابه عن الملاعب. وصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، وكان إكرامي قد أدى تدريباته التأهيلية داخل صالة الجيمينيزيوم بسبب معاناته من الإصابة في الركبة، وكان الحارس قد غاب عن مباراة طنطا في الجولة قبل الماضية بسبب تلك الإصابة. تواجد الكابتن ابراهيم عبد الصمد مدير اداره الاكاديميات بكره القدم النادي الاهلي في مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيره، وكان كابتن ابراهيم عبد الصمد عقد جلسه وديه مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره على هامش المران عشان نتعرف على تفاصيل اكثر عن التمرين. معنا على الهاتف مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي محمد سعيد. محمد مساء الخير. مساء الخير محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. ايه اخر اخبار تمرين نادي الاهلي استعدادا لمباريات وادي دجله؟ النهارده طبعا التدريب كان الساعه 11 صباحا، وده تدريب الرئيسي والاساسي لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه وادي دجله الهام ان شاء الله مساء يوم الاثنين على بيتر سبورت. كان في ميعاد تجمع لكل اللاعبين وافراد الجهاز الفني في حدود الساعه 10 صباحا، لان الجهاز الفني حدد من الساعه 10 للساعه 11 صباحا موعد للمحاضره الرئيسيه اللي من خلالها الجهاز الفني هيعرض السكاوتنج والتحليل الفني لفريق وادي دجله اللي هيواجهوا الاهلي في المباراه القادمه. والمحاضره ده شيء متبع دايما من الجهاز الفني قبل المباريات في مسابقه الدوري العام، قبل اي مباراه 48 ساعه بيبقى في سكاوتنج كامل لاي فريق الاهلي بيواجهه، بيشوف من خلاله ابرز نقاط القوه والضعف والاداء الفني اللي الاهلي يقدر يواجه بيه هذه الفرق، ودي بتبقى محاضره نظريه وفي نفس الوقت عمليه الجهاز الفني وكابتن حسام البدري بيتكلم فيها مع اللعيبه عن دور كل لاعب في المرحله القادمه او في المباراه القادمه وايه المطلوب وايه اللي هيأديه الفريق. انتهت المحاضره الساعه 11، نزل الفريق للتجمع في ملعب التتش. بدا الكابتن حسام بكلمتين في الملعب عن مران النهارده التخصصي الشرح اللي هيتم في هذا المران. بدا مران بدني لكل اللاعبين، كل اللاعبين شاركوا في المران البدني، ثم بعد ذلك الكابتن طارق سليمان اصطحب حراس المرمى محمد الشناوي اللي اصبح جاهز تماما لخوض المباريات، وتدرب اليوم تدريب كامل مع احمد عادل عبد المنعم وايضا حارس صاعد من مواليد 99. ثم استقل الجهاز الفني مع اللاعبين الباقيين للتدريب وتنفيذ بعض الجرعات البدنيه والوحدات البدنيه مع انيس الشعلالي مدرب اللياقه البدنيه، ثم بدا الجزء التخصصي والفني حيث انقسم الفريق الى فريقين، فريق تحت قياده احمد ايوب المدرب العام وفريق اخر تحت قياده حسام البدري المدير الفني. كل مجموعه كانت بتتدرب مع كل مدرب على جمل تكتيكيه وعلى تدريب تخصصي من لمسه، يعني اللعبه من لمسه واحده، الضغط، استخلاص الكره بشكل جيد، اللعب بشكل ايجابي على مرمى المنافس. ثم انتهى التدريب بمران جماعي بكل العناصر الاساسيه والتشكيله الاساسيه اللي قد تخوض مباراه وادي دجله، وبالطبع ستشهد تعديلات طبقا للظروف التي طرأت على الفريق بعد مباراه سموحه الاخيره. لكن ايمن اشرف، سعد سمير، رامي ربيعه كان لديهم تدريبات استشفائيه اليوم ولم يخوضوا اي جزء من المران البدني او اي جزء من المران الفني. محمد نجيب لم يتواجد في المران طول اليوم، وننتظر نتيجه الاشعه مساء اليوم، حيث اجرى محمد نجيب اشعه اليوم لتحديد حجم الاصابه ومده الغياب خلال الفتره القادمه، وفي مساء اليوم سيعلن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حجم. محمد كيف جاءت مشاركه الشناوي في التمرين النهارده؟ هل شارك بصوره طبيعيه؟
الشناوي شارك بشكل كامل في التدريب ودخل التقسيمه الجماعيه وكان مشاركه في التدريب تحت اشراف طارق سليمان. اصبح الشناوي جاهزا بنسبه 100% طبقا، لكن يتبقى فقط اختياره في المباريات طبقا لرؤيه الجهاز الفني، لكن اصبح جاهز يتدرب. طيب وبالنسبه لمروان محسن، مروان محسن هل شارك في كل اجزاء التمرين والتخصصي؟ مروان محسن بيشارك في التدريبات الجماعيه منذ اسبوع، لكن الجهاز الفني فقط يتبقى اختيار التوقيت المناسب للدفع بمروان، لكن مروان يشارك في التدريب بشكل كبير، يشارك في التقسيمه الجماعيه من بدايتها حتى نهايتها، فاصبح جاهز تماما، لكن يتبقى الرؤيه الفنيه واختيار التوقيت من قبل الجهاز الفني. وبالنسبه لصالح جمعه هل كانت مشاركته قويه في تمرينات اليوم؟ شارك في المران اليوم كباقي اللاعبين، وكانت الجزء اللي تحت قياده احمد ايوب المدرب العام، الجزء الذي شارك وتم بعد تقسيم الفريق الى مجموعتين، ثم عندما جمع المجموعه الاساسيه في نهايه المران ومتواجد مع الفريق ويتدرب بشكل طبيعي مع الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن يتبقى ان شريف اكرامي حتى هذه اللحظات ما زال لم ينزل لملعب التتش ولم يصبح جاهزا حتى الان، وبيتدرب داخل صاله الجيم داخل النادي للتاهيل خلال الفتره القادمه. بالنسبه لحاله معلول في التمرين، هل حالته الفنيه اصبحت جاهزه للمشاركه؟ علي معلول من خلال متابعتنا للتدريب اليوم بيتدرب بشكل كبير وبيتدرب في المران الجماعي ودخل في التقسيمه الرئيسيه، واليوم ايضا كان متواجد في كل فقرات المران البدني والمران الفني، لكن كان علي معلول ورامي ربيع بعد مباراه سموحه الكابتن حسام كان قال ان هيكونوا جاهزين، لكن بعد رؤيه الاثنين علي معلول اصبح جاهز، يتوقع الاختيار الفني من قبل حسام البدري، اما رامي ربيع فالجهاز الفني انتظر قليلا على رامي ربيع حسب تصريحات صباح اليوم من الكابتن سعد الحفيظ مدير الكوره. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. لسه عندنا اخبار كتير ومكملين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا. والى متابعه اخبار المنتخب واتحاد الكره. طلب اتحاد الكره المصري زياده قيمه الشرط الجزائي على البرتغال فيما يخص وديت الاخيره امام منتخب مصر والمقرر لها يوم 23 مارس المقبل في سويسرا استعدادا لكاس العالم 2018 في روسيا. ويرغب اتحاد الكره في زياده الشرط الجزائي على البرتغال بالتحديد ليصل الى 650 الف دولار بعدما وضع بند في عقد اللقاء الودي توقيع شرط جزائي قيمته 400 الف دولار على اي طرف يتراجع عن خوض المباراه وتنفيذ بنود العقد. خطب اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية 7 دول أوروبية لترشيح طاقم حكام لإدارة مباراتي القمة بين النادي الأهلي والزمالك يوم 8 يناير المقبل في الجولة الأخيرة للدور الأول من بطولة الدوري العام، وكذلك بطولة السوبر المصري بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي يوم 12 من نفس الشهر بالإمارات. وكان الاتحاد أرسل خطابات إلى دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا والمجر.
وإلى متابعة الألعاب الأخرى، يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فريق سبورتينج في الساعة 6 مساء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة. ونجح الفريق في حسم لقب بطولة الدوري المرتبط قبل نهاية المنافسات بعد أن تغلب على نظيره فريق هليوبوليس أمس. ومن المقرر أن تذيع قناة النادي الأهلي المباراة اليوم والاحتفال بتتويج لقب البطولة. عبر الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في حسم لقب بطولة الدوري المرتبط للمحترفات بعد الفوز على نادي هليوبوليس أمس قبل نهاية الدورة المجمعة. وأشار الألفي إلى أن الفوز باللقب يمنح دافع قويا من أجل الاستمرار في الأداء بنفس المستوى من أجل تحقيق العلامة الكاملة والتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها الفريق. وشدد الكابتن الألفي على أن اللاعبات لديهن طموحات كبيرة في الموسم الجاري من أجل مواصلة حصد كل البطولات في ظل الدعم الكبير للفريق من قبل مجلس الإدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. أبدأ عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي سعادته بفوز فريق الكرة الطائرة للسيدات بالبطولة العربية أمس الجمعة. واعتبر كابتن سعداني جمهور النادي الأهلي هو سر النجاح والفوز بهذه البطولة العربية للأندية، مشددا على أن النادي الأهلي لا يخسر في وجود جماهيره. وأضاف السعداني أن جمهور النادي الأهلي رسم لوحة أكثر من رائعة في البطولة العربية منذ بدايتها وحتى مباراة النهائي أمس أمام المجمع البترولي الجزائري، ووقف خلف الفريق بقوة ملتزما بالتشجيع المثالي. وأشار إلى أن الأهلي قدم أداء تصاعديا على مدار البطولة واستطاع حسم اللقب عن جدارة. وأوضح السعداني أن سيدات الطائرة الأهلي بعد فوزهن بالبطولة العربية وجهن جرس إنذار لكل فرق إفريقيا قبل ابتداء البطولة الأفريقية. يخضع أحمد عبد الرحمن لاعب الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم السبت بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس أمس خلال مشاركته مع النادي الأهلي أمام فريق الشمس بطولة كأس الاتحاد التي تقام بدون مشاركة اللاعبين الدوليين. ويرغب الجهاز الفني بإفادة الكابتن عاصم حماد في الإطمئنان على حالة اللاعب وجاهزيته قبل مباراة الفريق أمام 6 أكتوبر في نفس البطولة. جيمي
الأخبار بطولة خليجي 23 أبدأ عادل عزف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سعادته بيفوز منتخب بلاده على الكويت باثنين مقابل هدف في افتتاح بطولة خليجي 23 بالكويت متمنيا تحقيق الفوز بهذا اللقب. وقال عزت منتخبنا قدم مستوى مميز ونجومنا ظهروا بمستوى ممتاز لاعبون شباب ومبهرون شاهدنا كيف لعبوا كرة قدم قتالية واستطاعوا أن يتفوقوا في الأداء والنتيجة. أكد فهد العندي لاعب منتخب الكويت أن فرصة العبور للنصف النهائي بطولة كأس الخليج القائمة رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام السعودية في مباراة الافتتاح. وأضاف خسرنا جولة ولكننا قادرون على الرد في النسخة الماضية بدأنا بالفوز على العراق ثم التعادل مع الإمارات وخسرنا أمام عمان في الجولة الأخيرة وخرجنا من هذه البطولة. نريد هذه المرة أن يحدث العكس وتابع من الطبيعي ضعف الانسجام بين لاعبي الكويت بعد الابتعاد عامين ونص عن اللعب سويا. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عبد الخالق مسعود التقدم بطلب رسمي لاستضافة النسخة رقم 24 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم رغم أنه من المقرر إقامتها في قطر. ويعقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا يوم 30 ديسمبر الجاري على هامش منافسات بطولة خليجي 23 المقامة حاليا في الكويت. ويدرس الاتحاد خلال اجتماعه طلب العراق لاتخاذ القرار بشأن مستقبل النسخة المقبلة. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الاستاذ رضا سليم الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. امبارح فوز المنتخب السعودي امام المنتخب الكويتي بالصف الثاني، هل كانت مفاجاه؟ الحقيقه ان البطوله بشكل عام بطوله الخليج جايه في توقيت صعب جدا وتوقيت ضيق جدا وكل المنتخبات لم تحظى بالاستعداد. منتخب الكويت خسر رغم ان استاد جابر الدولي كان به اكثر من 70,000 متفرج بالاضافه الى اكثر من 40,000 جمهور خارج الاستاد ما عرفوش يدخلوا، لكن المباراه المنتخب السعودي عنده منتخب مواهب وما قدرش يبقى عليه صف ثاني لانه داعب باصحاب الخبره وقدم مباراة كبيرة. دلوقتي نفسه منتخب الكويت لعب مباراة الشوط الثاني كويس جدا لان لعيبة بقى لهم سنتين ونص من 2015 ما لعبوش مع بعض، ما لعبوش مباريات ودية، ما لعبوش مباريات دولية، وبالتالي كان غايب عنهم الانسجام اللي بدأ يتحقق شوية في الشوط الثاني وقدروا يسجلوا هدف. لكن النتيجة في النهاية الجمهور الكويتي ما حزن على النتيجة بقدر ما فرح على الجمهور وان عودة الرياضة الكويتية من جديد بعد رفع الحظ عنها. كل هذه الامور كان لها رد فعل ايجابي على الجمهور، تقبل الهزيمه بروح رياضيه على اعتبار انها اول خساره ومن الممكن التعويض. البطوله بشكل عام طب استاذ رضا كيف كانت اجواء الافتتاح وعوده الحياه الرياضيه مره اخرى الى الكويت؟ هل كانت افتتاح على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين كده على الشاشه؟ بالفعل هي اللجنه المنظمه بذلت جهد كبير جدا في الظهور بمظهر مشرف خاصة ان البطولة 10 ايام فقط اعلان البطولة نقلها الى قطر الى الكويت، ورغم كده اللجنة المنظمة قبل التحدي امير الكويت كان موجود في الافتتاح، انفانتينو رئيس الفيفا كان موجود وعدد كبير جدا من الشخصيات موجود، وكان يعني افتتاح مبهر بالفعل. ما كانش حد متصور ان هو هيتعمل ده في حدود 10 ايام من يجهزوا كل الامور ديت. يمكن خسارة يمكن لو الكويت فازت او تعدت في اول مباراة
كانت الافراح هتبقى موجوده في كل شوارع الكويت، لكن الخساره خلت الشعب يقبل الخساره في الوقت اللي هو رجع فيه من جديد لاستاد جابر الدولي ويحضر مباراه في الاستاد الكبير اللي له تاريخ كبير جدا في كل البطولات. طيب ابرز المواجهات القادمه بين المنتخبات يا استاذ رياض هتكون مين امام مين؟ اعتقد هي المجموعه الاولى هي المجموعه الحديديه اللي كان فيها الكويت والسعوديه وفيها الامارات فاز على عمان، دي مجموعه حديديه فيها اربع فرق اقوياء جدا وكشفوا على عوائهم في الجوله الاولى. كلهم مرشحين. كلهم المجموعه الثانيه بيلعب فيها العراق والبحرين، الان تقام اول مباراه لقطر واليمن وقطر متقدم بهدف، في نفس الوقت بعديها مباراه العراق والبحرين في المجموعه الثانيه في اول جوله من البطوله، اعتقد المجموعه الحديديه هي المجموعه الثانيه، المجموعه الاولى اللي فيها الكويت والسعوديه والامارات وعمان. طيب بشان انتقال او تنظيم العراق النسخه القادمه من بطوله كاس الخليج، هل هيتم اتخاذ قرار في الفتره القادمه؟ انا كنت اليوم مع الوزير عبد الحسين عبدان وزير الرياضه العراقي، واوضح ان في مشاكل كثيره جدا فيه، وهو حاليا يحاول يجمع الاصوات لصالح العراق من اجل تنظيم العراق في اتفاق مع السعوديه يلعبوا ماتش في فبراير على اعتبار انها بوابه لمنتخبات خليجيه ثانيه تقدر تروح هناك لدعم العراق لرفع الحظر عن كل المدن العراقيه. الوزير العراقي بيبذل مجهود كبير جدا وقال ان احنا قدمنا طلب وبنستنى النتيجه يوم في الاجتماع الاتحاد الخليجي يوم 30 بالكويت على هامش كاس الخليج، وفي حظوظ الناس كلها بتتكلم عن ان البطوله ممكن تروح لمكان ثاني لقطر ولا اي مكان، لكن انا شايف الوزير بيتحرك بشكل كبير جدا على مستوى الاعلام، يعني هو كان موجود معانا النهارده في المركز الاعلامي طول النهار يعني من اجل دعمه اعلاميا، وفي نفس الوقت لان اتصالات كثيره عملت اتصالات مع كل الدول على اعتبار ان البصره تكون هي مستضيفه النسخه 24 من كاس الخليج. الناقد الرياضي رضا سليم بجريده الاتحاد الاماراتيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه عندنا اخبار عن الكره العالميه، ولكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا.
le va a pegar Cuadrado. ونذهب إلى جولة في الملاعب العالمية. عزز فريق برشلونة الإسباني صدارته للليغا بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد. افتتح برشلونة التهديف عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 54، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64، قبل ما أن يضيف اللاعب البديل أليكس فيدال الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. بهذا الفوز يرتفع رصيد الفريق الكتالوني برشلونة إلى 45 نقطة في صدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد ريال مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة. تناولت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم مباراة أرسنال وليفربول التي أقيمت أمس بالجولة 19 للدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. ونشرت صحيفة ميرور البريطانية عنوانا رئيسيا يقول: ها نحن نسجل مجددا، في إشارة إلى مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف. أما صحيفة ذا سان تناولت تصريحات لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر التي أكد خلالها أن الريدز لن يستطيع تحقيق الفوز طالما يرتكب أخطاء ساذجة مثل الذي فعلها الحارس سيمون ميليوني البلجيكي لفريق ليفربول أمام أرسنال. من ناحيتها استعرضت صحيفة ديلي ستار التعادل المثير بعنوان هدية تشيك في إشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه حارس الأرسنال عندما فشل في التصدي لكرة الهدف الثالث لفريق ليفربول والذي أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينيو. وخرجت صحيفة تايمز بعنوان 5 دقائق من الفوضى، وذلك بعدما أحرز أرسنال أهدافه في المباراة خلال 5 دقائق فقط وسط دهشة مدافعي ليفربول. صرح المدافع المصري أحمد حجازي مدافع نادي الأهلي السابق والحالي لفريق ويست بروميتش ألبيوم الإنجليزي أن المشاركة كأساسي في الدوري الإنجليزي أمر صعب للغاية، لا سيما وأن الدوري الأصعب والأقوى على مستوى العالم. وأضاف اللاعب في تصريحات تلفزيونية أنه يلقى الدعم والمساندة سواء من الجهاز الفني للفريق أو زملائه، وهو ما جعله يحافظ على موقعه في التشكيل الأساسي طوال الفترة الماضية. يذكر أن الفريق الإنجليزي أعلن منذ أيام عن تفعيل بند شراء أحمد حجازي بشكل نهائي من النادي الأهلي، وذلك بعد انضمامه بأقل من 6 أشهر وقبل نهاية إعارته بمدة مماثلة. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأهرام البدري فاضل بين فتحي واللاعب المفاجأة لحل أزمة الدفاع أمام وادي دجلة.
الوفد رامي ربيعه خارج حسابات الاهلي امام وادي دجله. المصري اليوم محاضره فنيه للاعبي الاهلي قبل المران الصباحي. والوطن اكرام يواصل التدريبات التاهيليه. الشروق الخطيب يبدا تنفيذ برنامج العائله في الاهلي. اليوم السابع محمد نجيب يجري اشعه لتحديد مده غيابه عن الاهلي. وفيتو سعد سمير يواصل التاهيل بمران الاهلي الصباحي. دوت مصر تدريبات اضافيه للشناوي ومحارب في الاهلي. الاهلي دوت كوم الانكل يهاجم وليد سليمان في مران الاهلي. اما يور سبورت عربيه صدمه جديده للاهلي قبل مواجهه وادي دجله. وقبل ختام نشرتنا النهارده مع فقره زي النهارده. زي النهارده 23 ديسمبر في 2011 الاهلي يفوز على المقصه في اول لقاء بينهما بهدفين مقابل هدف في الاسبوع التاسع من الدوري موسم 2011-2012 احرز هدف الاهلي وائل جمعه ومحمد ناجي جدو. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.